أصدقاء وحبايب وذكرى ربح المجاني، أهلا بيكم. فرصة جديدة وطريقة ربح جديدة لموقع حصري ومضمون بيقدم أرباح جيدة جدا جدا يا بالصحاب. الموقع ده لو جيت طبعا تشوف الباقات الخاصة بيه، موقع طبعا بيكون فاتح معانا بتاريخ اليوم، ما بنجيبش أي حاجة بتكون متأخرة، لأن الفايدة في المواقع دي اللي بيشتغل عليها من اليوم الأول يا بالصحاب. في اي بي 1 موجود عندك او الباقة الأولى عندك ب 10 دولار تسحب يوميا 3 دولار و70 سنت. الباقة التانية عندك بتكون ب 90 دولار تسحب يوميا 30 دولار يا ابو الصحاب. طبعا بقية الباقات اللي بعد كده بيكون سعرها غالي، فبنتكلمش غير على اول باقة او الباقة التانية على حد اقصى يا ابو الصحاب. ده شكل الموقع معاك من الداخل اهو. اول حاجة طبعا بعملها بغير اللغة للغة العربية، وكل واحد يختار اللغة اللي تكون مناسبة ليه. هتخش من الواجهة الرئيسية، هتلاقي كلمة تعبئة الرصيد، هتدوس عليها كده بالصحاب، هتلاقي عنوان المحفظة ظاهر عندك اهو. واهم شيء اختيار الشبكة بشكل صحيح، ان هي تكون شبكة TRC20. اول لما الرصيد يخرج من عندك دوس على اكتملت عملية اعادة الشحن، هتلاقيها اتكتبت لك بالشكل اللي ظاهر معاك ده، وتوجهت مباشرة لفين؟ للصفحة الرئيسية. الباقة بالصحاب اللي انت ضفت تمنها للموقع هي الباقة الوحيدة اللي هتكون منورة معاك زي الباقة الاولى عندي كده، وبقية الباقات كلها بتكون مقفولة. هتدوس على الباقة الاولى كده بالصحاب، هيظهر لك مهمة ال 24 ساعة، وزي ما انت شايف اهو المهمة التانية ناقص عليها 17 ساعة و20 دقيقة. الموقع تقريبا فاتح من اقل من 6 ساعات. كل عليك دلوقتي انت هتدوس على كلمة اكمال كده يا بصحاب، هيقول لك لودنج ثواني بسيطة، وبعد كده تمت بنجاح. انت خلاص كده خلصت المهمة المطلوبة منك يا بصحاب. تمام، خلاص. ايه دورك دلوقتي؟ انت كل 24 ساعه بينزل لك مهمه جديده بتخش تنفذها، وبعد كده تخش على كلمه ينسحب على طول من الواجهه الرئيسيه، هتلاقي ال 3 دولار و70 سنت موجودين عندك اهم، يلا بينا نسحبهم مباشره. زي ما انت شايف معايا يا غالي، انا كتبت لك الرصيد القابل للسحب اللي هو 3 دولار و70 سنت، كتبت لك عنوان المحفظه الخاصه بينا اللي هو عنوان USDT شبكه TRC20، كتبنا الباسورد الخاص بينا. يلا كل علينا دلوقتي ان احنا ندوس كلمه يتاكد. اول ما تدوس على كلمه تاكد كده بالصحاب هيقول لك تم السحب بنجاح. تعمل ايه دلوقتي اول ما تشوف الجمله دي؟ ارجع تاني للصفحه الرئيسيه، هتلاقي اشعار فوق اهو جنب خدمه العملاء. لو ظهر لك الاشعار هنا تمام، ما ظهرش هو بيتاخر ممكن ياخد 10 دقائق. لو ما ظهرش هنا خش على صفحه انا من اسفل كده بالصحاب او البروفايل الخاص بيك، بعد كده خش على السجلات الماليه. تمام، هتلاقي يا صديقي الغالي في حساب السحب المهمه اللي انت قمت بيها اللي هي بالاخضر اللي هي 3 دولار و70 سنت، والسحب اهو عندك اللي هو بالاحمر اللي هو سالب 3 دولار و70 سنت. خلال دقيقة واحدة أو دقيقتين من دلوقتي إن شاء الله هتلاقي الرصيد منور عندك في محفظتك يا أبو الصحاب. ومتأكد زي ما قلنا العداد اللي شغال ده عداد المهام أهو معاك أهو، كل 24 ساعة بينزل لك مهمة جديدة، وخش اسحب رصيدها مباشرة. عندك تاني حاجة فوق أي خدمة العملاء موجودين على التليجرام، ممكن تكلمهم في أي وقت في أي مشكلة تتعلق بالموقع. آخر حاجة ممكن أوضحها لك لحد ما الرصيد يوصل لنا بتكون الفريق أو التيم الخاص بيك، أدي اللينك الخاص بيك موجود فوق أهو والكود موجود فيه مباشرة. عندك 3 مستويات، المستوى الاول بتاخد منه ارباح 11%، المستوى الثاني 3%، المستوى الثالث 1%. وزي ما بقول لك في كل فيديو عندنا جروب مناقشه، عندنا جروب تفاعلات تقدر تستغله وتحقق منه ارباح جيده يا ابو الصحاب. يلا بينا نشوف الرصيد الخاص بينا وصل لنا ولا ايه. بص كده معايا يا صديقي الغالي، ادي 3 دولار 70 سنت وصلوا لنا مباشره بدون اي اقتطاعات ولا اي رسوم. فرصه كويسه نستغلها نحقق منها اعلى ربحيه يا صديقي الغالي. موقع جيد، موقع لسه في اوله، وده عز استغلال المواقع دي، وموقع محترم يا بالصحاب، ان شاء الله نحقق منه ارباح جيده جدا. شكرا لكم جدا.